هناك ادعوهم إلى ثلاث خصال، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إسلام، جزية، فاستعن بالله وقاتلهم بدون ما يقاتلوك، قاتلهم فاستعن بالله وقاتلهم. فليسمعها العلماء، فاستعن بالله وقاتلهم. متى؟ عندما يقاتلونك؟ لا، عندما يرفضون تطبيق، عندما يرفضون دخول الإسلام ويرفضون دخول تطبيق دفع الجزية، تمام؟ عندها لا معنى لبقائهم، متنعمين في هذه الحياة الدنيا، يأكلون من مال الله ويكفرون به. لا، غصب عنهم من أن يخضعهم لسلطان الله، ولا نكرههم في الدخول في دين الله.